مشاهدي الفضائي السورياني سورو يو تي في، بدي رحب فيكم بحلقة جديدة من لبنان يلي رح نتعرف من خلالها على دير سيدة البير لجمعية راهبات الصليب يلي أبونا يعقوب مؤسس الجمعية نفذ تعهده للعذراء وبني هالدير يلي رح نعرف قصته أكثر خلال حلقتنا. الكنيسة يلي اعتنت عبر الأجيال ببعد الاستقبال بمشاركتها بالرسالة الإلهية خصصت جمعية راهبات الصليب سيدة البير مركز لاستقبال كل فرد أو جماعة أو مؤسسة بتبتغي الصلاة والراحة والتفكير والعمل الجماعي. هالمكان هو واحة للرياضات الروحية والمؤتمرات الدينية والثقافية والعلمية والرحلات السياحية. يا صليب الرب يا حبيب القلب، هيدي الجملة لابد أن نبلش فيها. هالجملة يلي دايماً كان يرددها أبونا يعقوب الكبوشة. وقبل ما بلش نحكي عن دير سيدة البير بدنا نحكي عن أبونا يعقوب هالراهب الكبوشة يلي هو من ضيعة غزير الكسروانية. أبونا يعقوب عايش أزمات كتير كبيرة بلبنان، عايش الحرب العالمية الأولى وعايش الحرب العالمية الثانية. ومنعرف إنه للأسف من بعد كل حرب في كتير أشخاص بيكونوا ضحايا هالحروب. أبونا يعقوب من بعد هالحرب جرب كتير يهتم بالأشخاص يلي هني كانوا مرفوضين بمجتمعهم. أول هالأشخاص يلي اهتم فيهم هني المرضى العقلية والنفسية. عمر لقلن دير كتير كبير يلي هو هلأ معروف دير الصليب. بقلب هالدير في كنيسة للعذراء يلي هي كنيسة سيدة البحر. أبونا يعقوب بوقتها مش بس ضم المرضى لهذا الدير، إنما كمان كان يضم كل الأشخاص يلي هن بحاجة أن يكونوا مقويين بدير معين أو ببيت. بالإضافة للمرضى العقلية والنفسية اهتم أبونا يعقوب كمان بالكهنة، الكهنة العجزة يلي كانوا مرات كتير بس يكبروا بالعمر ما بقى عندهم أهل يكونوا حدهم. بقى أبونا يعقوب كان هالبي وهالأم يلي عم تحضن هالكهنة كلهم سوا، وكان كمان يجيبهم على المأوى الوحيد يلي كان هو عامله يلي هو دير الصليب. لكل الأشخاص يلي كانوا هني عم يخدموا هودي المرضى أكيد كان في حاجة كتير كبيرة للمي. هون بلش أبونا يعقوب يفتش عن محل في مي يقدر يطلع بير من البير، يطلع مي وينزل على دير الصليب. بقى بوقت العالم بيدلوه على أرض يلي هي نحن هلأ موجودين فيها يلي حالياً صار اسمه دير سيدة البير. هذه الأرض بيقولوله لأبونا يعقوب فيك تشتريها، لأنه هونيك إذا بتحفر بيطلع لك مي كتير. بقى أبونا يعقوب بيشتري هذه الأرض وبيبلش بالحفريات. للأسف وصل لمحل لقى في محل في بير، بس هيدا البير كان ما فيه مي لأنه كل المشقق على حوالي كله سوا. بنبش بمحلات تانية ما بيلاقي مي. ببلش هون يقول يا عذراء إذا أنت بدك أنه يتأمن مي بهذه الأرض ونزلها على دير الصليب فليكن. وهون بيسلم حاله للرب يسوع المسيح وبيسلم حاله للعذراء، لأن أبونا يعقوب كتير كان عنده تعبد للعذراء، كان كتير يكرمها وكتير كتير كان يحبها ويعتبرها مثل أمه يعني. أكيد بقى بوقت الأوقات كان نازل على دير، هذا الدير اسمه سان لوي، تابع للرهبان الكابوشية بباب دريس. بيفوت لجوا عم بيصلي، من بعد صلاته بيفوت على المكتبة، وتحت للأسف المكتبة كانت كلها محروقة لأنه من بعد الحرب كان كل شيء للأسف كل شيء كتب كانوا عم يحرقوه لحتى اللي ما يبقى أثر، إن كان إشياء روحانية إن كان إشياء ثقافية. بس بيلاقي شغلة واحدة أبونا يعقوب هونيك، بيلاقي صورة للعذراء محروقة من تحت مكتوب عليها سيدة البير باللغة الإيطالية. بقى بيقول يا عذراء أنت بدك هذا المحل أنت اعتني فيه. وهو فالي من الدير بيتلاقى بشخص، بيقول له هالشخص شو بك يا أبونا يعقوب لهالقد مهموم؟
بخبروا أبونا يعقوب شو لقى هون وهيك، بقول له ما بدها شيء، جيب شوية سمنت وطوب وحطهم على البير بتروح حياة الشقوقات، ماكسيموم بيعيش 10 سنين، من بعدها بترجع بتعمل بتعالج هذا البير كله سوا. بوقتها أبونا يعقوب ما كان في يعني الشغله كثير مهمه نعرفها، انه بوقتها من بعد الحرب ما كان فيها الامكانيات يقدر عن جد يظبط البير مثل ما لازم، بقى كرمال هيك بجيب طوب وبيظبط والاسمنت وبيظبط التشققات كلها سوا، ببلش هذا البير يجمع مي وبيقول لها للعذراء مثل ما انا وعدتك انا رح اوقف ندري، وندري يلي كان عامله ابونا يعقوب واللي كان واعد فيه العذراء بيقول لها انه انا اذا انت ظبطتي لي هذا البير وأمنتي لي المي أنا مستعد أعمل لك كنيسة دغري فوق البير. لأنه هذا الشيء صار أبونا يعقوب بيوفي بندره، واليوم في كنيسة سيدة البير يلي هي موجودة دغري فوق البير يلي عالجه أبونا يعقوب بنعمة من العذراء، ومن وقتها لليوم بعده هذا البير بيعطي مي لسيدة البير وبيعطي مي كمان لدير الصليب. الكنيسة منلاقيها كلها سوا على طول البير كله سوا، وعمق البير هو تقريبا 10 امتار. بقى بنشكر الله اكيد على هذه النعمه، على نعمه اول شيء انه في بيناتنا قديس اسمه ابونا يعقوب، وهذا الشخص قديه هو اتكل على العنايه الالهيه، قديه حقيقه الرب قدر يعطيه نعم، وهذه النعم ما كانت له لانه بشكل خاص، كانت لكل الاشخاص يلي هن حقيقه بحاجه لهودي النعم. واليوم كنيسة سيدة البير والعذراء بشكل خاص هي هيك تسمى شفيعة كل الكوبلات يلي عندهم صعوبة أن ينجبوا أولاد، والعذراء كتير كتير عاطي نعم لكتير عيال، وفي كتير أشخاص بعد ما الله يرزقهم بالولاد بيجوا كمان بيعمدون هون تحت إيدين العذراء، وعم نشكر الله أكيد على هذه النعمة. من بعد عمار الكنيسة أبونا يعقوب بلش يفكر بمشروع تاني، بلش يفكر بأنه يكون هيدا الدار بشكل خاص للأشخاص يلي هن عم بيفكروا بدعوتهم الرهبانية. ليش؟ لأنه هيدا الدار بيتميز بقربه وبعده من بيروت، وبذات الوقت بالمكان يلي هو كتير كتير فيه سلام، يلي المكان الرايق يلي عن جد الإنسان بيقدر يحصل على سلام داخلي نسبة كمان للجو الرايق يلي فيه، وكمان للطبيعة الموجودة يلي كتير بتساعدنا أنه نحن نصلي. بقى من بعد سيدة البير تعمر بيت صغير حده، وهذا البيت من وقتها بيستقبل صبايا لا بيرغبوا أنه يعيشوا هذه الحياة الرهبانية. واليوم كمان نحن منكون عم نطلب هيك من الرب ومنصلي على نية كل صبية حقيقة بتسمع نداء الرب عم بيتوجه لها أنه هي ما تخاف تتبع الرب وما تخاف، لأنه اليوم عن جد في كتير أشخاص بحاجة لصبايا يكونوا عم يعطون من اندفاعهم ومن اجتهادهم ومن روحهم الحلوة لحتى لهن كمان يكونوا عم بيتعالجوا، يكونوا كمان عم بيعيشوا بكرامتهم الإنسانية. نحن اليوم بكنيسة سيدة البير، هالكنيسة اللي بناها الطوباوي أبونا يعقوب من بعد ما صلى للعذراء هو ورهباته تحتى يصير في مي، وانبنت هالكنيسة على البير. اللي بيميز هالكنيسة هو الموزايك اللي انعمل بسنة التطويب لما تطوب أبونا يعقوب بال2008. أبونا ماركو روبنيك تلياني عمل هالموزايك على أساس اللوحة اللي هي سيدة البير من جفصين. على جهة اليمين منشوف المرأة السامرية اللي التقت بيسوع، لما التقت بيسوع منشوفها بهيدي اللوحة عم بتحط بإيد يسوع الماء اللي عم تطلع من الجرة تبعها، الماء المجبية، الماء اللي بتدل على هالحياة اللي هي عشتها. بس بالمقابل يسوع عم بيعطيها مية الحياة الأبدية، عم بيعطيها من قلبه، عم بيعطيها من نبع الحياة. وإذا منلاحظ كمان طوب يسوع اللي فايت بالبير معناتها يسوع قدر يوصل على حياتها
قدر يوصل لقلبها حتى هي بالنتيجة تفتح له قلبها وتوصل لعنده. اللي بيميز كمان هالكنيسة بيت القربان اللي منشوف عليه مكتوب بقر الحياة الأبدية. هيدا هو الأساس اللي انعمل عليه هالموزايك. يسوع هو بير الحياة الأبدية. إذا بدنا ننطلق على طول نحن بحاجة ليسوع اللي هو بير الحياة الأبدية. من جهة الشمال بالموزايك منشوف عرس كانا. كمان بعرس كانا في المي، المي اللي بالعرس نحن منعرف إنه هو الخمر، بس بعدين صار في خمر من المي. بالعرس بطل عندهم خمر، وبتجي العذراء وبتقله ليسوع بطل عندهم خمر، وبوقتها يسوع قدر يعمل الأعجوبة، أعجوبة عرس كانا، وبارك المي وصارت خمر. من 6 أجاجين فيهم مي يسوع بارك وعطانا الخمر. هيدي هي اللوحة اللي بتدل إنه يسوع هو قادر يحول، قادر يحول حياتنا، لأنه العذراء اللي بتقول افعلوا ما يأمركم به هيك عملوا وهيك صار في خمر. ونحن قادرين كمان إذا سمعنا كلمة أمنا العذراء افعلوا ما يأمركم به، قادرين إنه نعمل العجايب، لأنه العجايب منا بأشياء كتير كبيرة نعملها. العجايب هي بأنه نعمل مشيئة ربنا، نعمل اللي بتقلنا عنه العذراء تنوصل لابنه. منلاحظ كمان بهالموزايك الألوان، اللون الذهبي اللي هو علامة المجد. بكل لوحة أو بكل موزايك منشوف هاللون اللي هو علامة الألوهة، وبذات الوقت منلاحظ كمان هاللونين اللي هو اللون الأزرق واللون البني، علامة التراب وعلامة الألوهية. كمان منشوف العيون الكبيرة، إذا منتطلع مزبوط منشوف قدي مرسومين ومنشوفهم كبار، لأنه بكل موزايك اللي بيعملوا أبونا روبنيك هو حتى يقول أنه بالأيقونة اللي عم يرسمها منو الناس بشر عاديين، عندهم عيون كبيرة لأنه عم يتطلعوا برب المجد اللي هو ربنا، حتى يقدروا يشوفوه بحاجة أنه يكونوا كل الوقت مركزين عيونهم عليه، فاتحين عيونهم بطريقة تيشاهدوا هالجمال الكبير، هالمجد الكبير. بيتميز دير سيدة البير بأنه مركز بضيافة رهبانية لبنانية، وبيتحلى بمعايير الجودة العالمية من حيث البناء والأثاث وتوفير كل المتطلبات المطلوبة. موقع دير سيدة البير الجغرافي ببقنايا هو موقع فريد وبمساحات بأحضان الطبيعة بتساعد على التأمل والرجوع إلى ذات. بيبعد عن العاصمة بيروت 8 كيلومتر وبيعلى عن سطح البحر 150 متر، وهو مجهز بأحدث الوسائل التقنية اللازمة للرياضات الروحية والمؤتمرات الدينية والثقافية والعلمية. بيتميز دير سيدة البير كونه بيت استقبال، بيستقبل بفرح ومحبة الزوار والسواح من كافة بلدان العالم. بيتضمن البيت غرف للمنامة وقاعات لانعقاد الاجتماعات والمؤتمرات، وبيتضمن كل طابق كابيلا للاختلاء والصلاة. وبما أنه نحن بالدير ما فينا ننسى الطبيعة المحيطة بالدير يلي بتلقلنا على عالم مليان بالسلام والسكينة، وهون السماء قريبة. الدير يلي يعد بيت استقبال بيستقطب بطبيعة الحال بما أنه عنده طابع ديني الأفراد يلي حابين يعملوا رياضات روحية أو ينظموا رحلات حج على لبنان،
وكمان بيستقبل الشركات والمجموعات اللي حابين ينظموا ندوات أو ورش عمل. وأكيد ما مننسى إنه بوابنا دايماً مفتوحة للسواح يلي جايين يتعرفوا على طبيعة لبنان وجماله وروعة معالمه السياحية والدينية والثقافية. وكمان الدير بيستقبل المبتدئات يلي حابين يتعرفوا على الرهبنة ويشوفوا دعوتهم، وهون أكيد بيقدروا يميزوا إذا هن رح يكونوا ثمرة صالحة لهالرهبنة أو لا. الشبيبة هن جزء لا يتجزأ من وطننا لبنان. أنا بدعيهم إنه يزوروا هيدا الدير ويتمسكوا أكثر بجذورهم الوطنية والمسيحية بالأخص، لأنه إذا نحن ما ضلينا بهالبلد ما بيكون في أمل لهالبلد، وأكيد شي يوم وطننا رح يرجع لأنه هو وطن قداسة ومحبة والله ما رح يتخلى عنه. هالمكان وتحديداً دير سيدة البير ببقنية التابع لجمعية راهبات الصليب بيعبق كيف ما برمت وتأملت بعبق روحي، بعبق من زمن فعلاً كان مليان من حضور الله على أيام أبونا يعقوب الكبوشي. هو الراهب يلي تحلى بالإيمان الكبير، يلي اشترى الأراضي، ما بيع أرض ولا يوم إلا ما بني مؤسسات، مؤسسات تعنى بالإنسان، بالمريض، بالمتألم، بكل إنسان متروك ومهمش. واليوم راهبات الصليب عم بيكملوا رسالة ومسيرة أبونا يعقوب الطوباوي، أبونا يعقوب الكبوشي، هالرسالة يلي ما رح توقف عند حدود الزمن ولا الجغرافيا. بدي ودعكم مشاهدي الفضائية السوريانية سوريو تي في، على أمل نلتقى بالأسبوع المقبل ونتعرف على بلدة جديدة من لبنان أو قصة جديدة، حتى كمان مستمعينا عبر سوريو أف أم ومتابعينا عبر سوريو تي في لبنان. إلى اللقاء.